عينيك محل السجود، وتبدأ دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تاني هو ده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الله، شوف لما تبقى بقى عينيك بالانكسار ده والذل ده والخشوع ده وانت واقف بين يدي الله عز وجل، والرسول قال انما الصلاة تمسك ان تتمسكن وتخضع وتخجع وتقنع وتتضرع. لا اله الا الله، هذه هي دي الصلاة، تخشع تقنع تتمسكن تتضرع. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ايه سبحانك؟ تسبيح الله تنزيهه، وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، دي سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك وبحمدك، بتحمده على ايه؟ لا لسه ربع ساعة. سبحانك اللهم بحمدك، تحمده على ايه؟ بحمدك، تحمد ربنا انه وقفك بين ايدي. انا دايما بقول للاخوة واحنا رايحين للعمرة في رمضان، انت اي حد تدخله بيتك؟ لا، مش اي حد تدخله بيتك، او ربنا دخلك بيته. اي حد تقف تكلم معاه؟ او ربنا سبحانه وتعالى وقفك خلاك تتكلم معاه سبحانه وتعالى. شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، شوف كرم ربنا وجود ربنا ورحمة ربنا، انه سمح لك انت يا عبد يا ضعيف يا مسكين يا مذنب يا خطاء يا بتاع الذنوب والمعاصي يا غافل يا بتاع الغفلة يا مشغول عن ربنا، كرمك وقفك بين ايديه. عشان كده بتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. قلنا اسم الله عز وجل اسم كله بركة، اسم ربنا اسم الله تبارك اسمك، اسم ربنا كله بركة. عشان كده دايما نحط اسم الله على كل شيء. اما تيجي تتوضى تقول بسم الله، اما تيجي تنام تقول بسم الله، اما تيجي تاكل تقول بسم الله، اما تيجي تشرب تقول بسم الله، تدخل المسجد تقول بسم الله، تخرج من المسجد تقول بسم الله، تدخل بيتك بسم الله، تخرج من بيتك بسم الله. الله، اسم الله، دايما تحط اسم الله على كل حاجة، على كل حاجة تضع اسم ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الإنسان إذا وقف صح بين إيدين، بين إيدين ربنا جل جلاله، كرم ربنا سبحانه وتعالى إنه سمح له أن يقف. عشان كده بتقول وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. جدك يعني غناك، جدك تعالى، جدك، جدك يعني غناك، يعني تعالى تعاظم كبر على تعالى، فيبقى علو غنى الله استشعار ان ربنا الغني، غني عن عبادتك، غني عن عباده اجمعين، وانت فقير محتاج بين يدي الغني سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لا إله، لا معبود بحق سواه، فيش معبود بحق إلا هو جل جلاله سبحانه وتعالى. شوف الدعاء الاستفتاح ده، لو انت واقف، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لو قلت صح خلاص دمر هذا الدعاء، دمر كل همومك، نسف كل مشاغلك، خلاص طهر
كل ذنوبك ولا إله غيرك، يعني لا أخضع لغيرك، لا أعبد غيرك، نعم لا أرجو غيرك، لا أحب غيرك، لا أدعو غيرك، لا أطلب غيرك، لا إله غيرك. وبعدين تستعيذ بالله. في دعاء استفتاح تاني كتير، راجع كتاب الأذكار كده تلاقي أدعية استفتاح كتير جدا، أدعية استفتاح كتيرة جدا، راجع أدعية الاستفتاح واحفظها عشان مرة ده ومرة ده. من أدعية الاستفتاح كمان تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. الله، يا سلام لما الإنسان يقول الدعاء ده وهو فاهم وحاضر القلب وبنية الطلب، بنية الطلب. الواد اللي في بنت لازقة فيه مش عايزة تسيبه، بالطرد وبالرسائل وبالرنات وبالتلفونات اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الراجل اللي معروض عليه رشوة ولا فلوس ولا شغال شغلانة حرام وعايز يفر منها وبالطرد في كل مكان، دماغه مشغولة بيها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شوف الثوب الأبيض لما يتنقى بقى من الدنس، تنقية تنقية، بينقي الله الله. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض. شوف الثوب الأبيض ده لما يتنقى، نقي الدنس، نقي نقاوة، تنقي حتى يطهر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يغسلك، سبحان الله العظيم، الله أكبر. يا جماعة والله لو واحد حس بس كده رفعت الإيد وتنزلت الإيد وقلت الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، انكسار العين محل السجود، انكسار الإيدين، انكسار الصدر، انكسار الكتفين، انكسار القلب، انكسار وخشوع الركبتين، خضوع الرأس، خشوع الأذن، خشوع اللسان، بس تطلع بدون الصلاة لو بدأت البداية الصح دي.